خمس فوائد المانجو الصحية الرائعة. تتميز فاكهة المانجو بطعمها اللذيذ ولها العديد من الفوائد الصحية المهمة لجسمك. فوائد المانجو العظيمة بالإضافة إلى طعمها الحلو اللذيذ جعلها منها ملكة على عرش الفواكه، وأطلق عليها لقب ملكة الفواكه، فهي غنية بالعديد من العناصر والمواد الغذائية والضرورية للحفاظ على الصحة من فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة. فوائد المانجو: تعد المانجو من الفواكه الاستوائية الغنية بالألياف الغذائية، مما جعلها تشتهر منذ القدم في تهدئة المعدة وعلاج مشكلة الجهاز الهضمي والإمساك وعلاج مشكلة القولون العصبي والبواسير. غنية بالفيتامينات والمعادن: تحتوي المانجو على العديد من الفيتامينات والمعادن، فهي غنية بالبوتاسيوم والنحاس والفيتامين ب والفيتامين جيم والفيتامين ع والفيتامين كاف والفيتامين ألف وحمض الفلويك والنايسين. السيطرة على ضغط الدم: تعد المانجو مصدر غني بالبوتاسيوم، حيث أن كل 100 جرام من المانجو تحتوي على ما يقارب 156 ميلي جرام من البوتاسيوم، وما لا يتجاوز 2 جرام من الصوديوم. والبوتاسيوم مهم جدا لموازنة السوائل في الجسم، ويساعد في الحفاظ على انتظام ضربات القلب وتنظيم إرسال الإشارات والسيال العصبية، ومهم لانقباض العضلات، وبالتأكيد معروف بدوره الكبير في المساعدة على تقليل ضغط الدم. تعزيز صحة الجهاز الهضمي: احتواء فاكهة المانجو على الألياف يجعل لها دور كبير في تنظيم عملية الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك والبواسير. كما وجد في المانجو أنزيمات تساعد على تهدئة المعدة والأمعاء، مفيدة لصحة الجلد والعيون. المانجو فوائد عديدة تعد على صحة الجلد والعيون، وهذا يعود إلى كون المانجو مصدر ممتاز للفيتامين أ وبيتا كاروتين والألفا كاروتين. الوقاية من السرطانات: تعد فاكهة المانجو غنية جدا بالعديد من مضادات الأكسدة القوية ومضادات الفلونويد، والتي وجد لها دور في الوقاية من سرطان الثدي وسرطان القولون، والكاروتينات التي لها دور في الوقاية من سرطانات الرئة وسرطانات الفم.